عن الموضوعات اللي كانت الأكثر قراءة في عدد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، تحديدا الحديث في الشروق أكثر الموضوعات قراءة، الحديث عن الأفلام، 8 أفلام مصرية تنتظر دورها في دور العرض ومنافسة ساخنة بين بعض هذه الأفلام. دي كانت أكثر الموضوعات قراءة على صفحات الشروق على الموقع الإلكتروني. أما الأكثر قراءة في موقع اليوم السابع كان تصريحات وزير التموين اللي اتكلم فيها انه لا مساس بالدعم وبحث تحسين الدعم ايضا، وايضا الحديث عن ان الرز هيكون ب6.5 جنيه قريبا، والحديث ايضا عن استقرار اسعار الادويه في نهايه الشهر المقبل. دول كانوا من اكثر الموضوعات الاكثر قراءه على مواقع الاخباريه على شبكه الانترنت. لهنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقه من مانشات، اشوف حضراتكم ان شاء الله على خير الساعه 2:30 بكره وحلقه جديده من مانشات، ولكن مع الصحف العالميه والعربيه واكثر الموضوعات قراءه في هذه الصحف. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله، دمتم في امان الله.